عامري، كيف تقتل الذي فتح باب خيبر وحصن خيبر؟ كيف تقتل أبا الحسنين؟ كيف تقتل زوج الزهراء؟ كيف تقتل الرجل الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يرضيك أو يعني يرضيك يا علي أن تكون منزلتك مني منزلة هارون من موسى عندما أنه لا نبي بعدي؟ ومع ذلك قيل أعطينا لسانك، قطعت الزراعين، قطعت الساقين، سمرة العينين، أرادوا أن يقطعوا اللسان وهو على قيد الحياة والدم ينزف. شوف لم يقل آه، لم يتأوه، ولكن لماذا هذه الصورة البشعة في في القصاص منه؟ أرادوا أن لعله يعود عن يقول أنا أخطأ. الإسلام ربما يستخدمون ذلك يعني كأحد الأدوات نكاية في الإسلام أو لا، هو يدلل هذا على بأنه لم يرجع عن فكره حتى وإن كان العقاب شبيه الموت، لو قطعوه إربا مقتنع. ولذلك إذا تعصب واحد لفكرة معينة لن يجدي معه علاج أبدا. طب سؤال على الهامش وأعود إلى الخط الرئيسي، هل تعتقد أنه عبد الرحمن بن ملجم بعث من جديد في هذا الزمن بأشكال وصور شتى؟ الخوارج نعم. في كل عصر ومصر موجودون، وهؤلاء الخوارج لا يخلو منهم شعب ولا تخلو منهم بلد. فعبد الرحمن الملجم كم من الآلاف مندسة في الصفوف ولا يتعامل معهم أحد إلا وظهرت هذه العلامات واضحة جلية. طيب سأعود إليها لاحقا، هذه النقطة نبني عليها لاحقا، ولكن قبل الحديث عن القرن الثالث الهجري، وربما لدى حضرتك الكثير ما تثير به الشجون لدينا في هذه الحقبة الزمنية، مثل هذه الأمور لم تكن حضرتا في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ لم تظهر مثل هذه الأمور في حياته؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجها، لأن ظهرت بالفعل؟ نعم، بعض القضايا التي ظهرت على السطح. نعم، التعصب للمهاجرين، التعصب للأنصار، يا للمهاجرين يا للأنصار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتريدونها فتنة وأنا بين ظهرانيكم، وظل يسير بالناس حتى قالوا لعله يبيت بنا في هذا المكان، وظل بعد صلاة الصبح يسير بالناس يسير بالناس، واليوم الثاني واليوم الثالث، حتى إذا بلغ الإعياء من القوم مبلغا عظيما قال هنا اجلسوا، نام القوم، فتناسى كل منهم ما كان عندما جاء اليهودي الخبيث وقال قولوا فيهم شعر بعاث أو يوم بعاث. إذن الفتنة موجودة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة ملعون من أيقظها. نعم. إذن في كل زمان ومكان، في كل عصر ومصر. ليه؟ أنها لو لم تكن هذه الأصناف موجودة ما وجدنا من يعتدي على رموز الإسلام، ومن يعتدي على الرموز، ومن يعتدي على الأعلام. عندما يأتيك أحد الشباب ويقول لك من هذا العالم، أنا لا أعترف بعلمه، قل له أنت أخاف عليك يا بني أن تكون من سلالة عبد الرحمن الملجم. هو الخطورة مش في رفضه لعلم أو لشخص ما، الخطورة عندما تأتي مسألة استباحة الدماء، هنا نعم. مطلوب الخطورة. وعندما سألت فضيلتك إذا كان مثل هذه الأمور ظهرت في عهد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كنت أسأل فضيلتك أملا فيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ما يشبه روشتة أو تحصين مال الأمة، نعم. خوفا من انزلاقها بعد انتقاله للرفيق الأعلى في مثل هذه الأمور، هو فقط كما أوضحت حضرتك يعني استنكر هذا الأمر، ولكن نعم. صلى الله عليه وسلم لم يقدم مثلا خطوات تسير عليها الأمة تباعا اتقاء لهذا الأمر. قدم خطوات عملية، فضل. عندما صار بالقوم نعم. حتى أجهدهم، بلغ الإعياء من الناس بأنه عندما قال اجلسوا هنا نام القوم في نوم عميق وكأنه في سبات القبور. لما؟ لأنهم عندما ظلوا يسيرون اليوم والثاني والثالث كما جاء في صحيح السنة، هذا علاج. وعندما يبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليقم فليتوضأ، هذا علاج. نعم. عندما تقرأ القرآن بأنه يبين لنا كيف نتعامل مع الناس، نعم. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. يبقى الجدال يكون بالتي هي أحسن، يعني أنا لابد أن ألين الجانب لمن أتحدث معه. عندما يأتي أحد الملحدين إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ويقول يا أبا حنيفة أنا لا أعترف بأن الله موجود، قال كيف ذلك؟
قل هو الله أحد، قال أنا لا أعترف بالقرآن، أريد منك دليلا عقليا. لو كان الإمام بفكرنا الحالي لا أمسك بعصا غليظة وهو بها على رأس هذا الملحد. نعم. قال قل هو الله أحد، قال أنا لا أقول لك لا تقول قال الله ولا قال الرسول، اقنعني بالعقل، أنا رجل يعني أحق بالعقل. فقال الإمام ما هو الرقم الحسابي قبل الرقم 4؟ قال 3. شوف جمال العلماء. نعم. قال ما هو الرقم الحسابي قبل الرقم 3؟ قال 2. قال ما قبل 2؟ قال 1. قال ما قبل 1؟ قال لا شيء. قال يا سبحان الله، إذا كان الرقم الحسابي لا يوجد قبل 1 شيء، فما بالك بالواحد الأحد وهو الله؟ لا إله إلا. قال يا أبا حنيفة أنا لا أعترف بأن الله موجود. ثانية قال نعم. قال وكيف؟ قال يا أبا حنيفة هل رأيت عقل؟ هل رأيت ربك؟ قال لا. قال هل لمست ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قال لا. قال إذن غير موجود. قال يا رجل أنت عاقل أم مجنون؟ قال عاقل. عقلك موجود؟ قال نعم. قال هل رأيت عقلك؟ قال لا. هل لمست عقلك؟ قال لا. نعم. هل شممت عقلك؟ قال لا. قال إذن أنت موجود، أنت موجود وتدعي بأن لك عقل، فكيف العقل موجود وأنت لم تلامسه؟ نعم. ولم تراه ولم تشم له رائحة؟ نعم. قال هو موجود ولكن لا أراه. قال إذا كان عقلك المخلوق موجود ولا ترى، كيف بالخالق وهو وهو الله؟ لا إله إلا. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا. هذه الدعوة على بصيرة. نعم. هذا هو الفقه، هذا هو الأدب عند مجلس الإمام الحسن والإمام الحسين للوضوء، ورأوا أحد الناس لا يحسن الوضوء، لم يقل يقول عماه أنت لم تتوضأ وضوءا صحيحا، أنت قد أخطأت. قال عماه اختلفت أنا وأخي، وكل منا يدعي أو يزعم بأنه وضوءه صحيح، تعالى حتى تكون حكما بيننا. شفت الأدب. نعم. قام الإمام الحسين فتوضأ فأحسن الوضوء، قام الإمام الحسن توضأ فأحسن الوضوء. قال الرجل إذن أنا الذي أخطأت. هذا هو المنطق. نعم. هذا هو فقه الأولويات. لو فقهت الأمة هكذا تكون المعاملة. ولذلك حتى يعني الرجل في بيته إذا كان حكيما، نعم، إذا كان عاقلا، قيل بأن واحدة من النساء، نعم، كان زوجها يحبها حبا جما، نعم، ولكن هي كانت تعشق أبوها وتحب أبوها حبا كبيرا، ولكن مات الرجل. نعم. فلما علم بأن أبوها قد مات، نعم، لو قال لها بأن أبوك قد مات لملأت الأرض صياحا وعويلا وبكاء وصراخا. نعم. وكلنا يعلم ما للوالد في منزلة البنت من منزلة. نعم. فقال تعالي أنا سأذهب بك إلى بيت أبيك. لما؟ قال سأتزوج بأخرى. تزوج علي وأنا التي وقفت إلى جوارك وأنا كنت سبب في هذا المجد الذي أنت فيه وأنا وأنا. قال تعالي سأتزوج بأخرى. ظلت تضرب فيه مرة في السيارة مرة، ولكن بحنق وغضب حتى وصل إلى منزل أبيها. قال لها أنا لا أتزوج عليك ولا يكون هنالك زوجة، نعم، في مكانك أبدا، فأنت الغالية المدللة، ولكن أبوك قد مات. فأنا قد مات، مات الله يرحمه، ستتجوز عليه ولا لا؟ إذن هذا هو هو يعني لعله يدور في نفس السياق وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. وإذا تكرمت هيكون لنا أيضا وقفة مع هذه الآية الكريمة، ولكن لكي نمضي خطوة إلى الأمام في حوارنا، كما تقول الكتب بداية التعصب المذهبي أو ظهوره بوجه القبيح بدأ منذ الفتنة الكبرى بين المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم وجوده بين المسلمين كان صمام أمان. نعم. لأمور كثيرة من بينها مثل هذه الخلافات أو مثل هذه الفتن، مسألة التعصب. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشرا ونذيرا. نعم. إذن وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو المعلم، فهو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. ولذلك يقول القائل وبنيت لهم من الأخلاق ركنا فخان الركن فانهدم اضطرابا ولو اتبعوا سبيلك لكان نورا فالأخلاق أجدر أن تهاب أبا الزهراء
قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن الانتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إن لم يتخذك له كتابة عليه الصلاة والسلام. طب أنا هطمع في كرمك لمن لا لمن لم يطلع على تاريخنا الإسلامي أو حظه بسيط من هذه المعلومات، كيف بدأت بوادر هذه الفتنة في الظهور، أو كيف بدأت هذه المشكلة القبيحة في الظهور بين المسلمين التعصب؟ بدأت منذ أن قتل الشهيد سيدنا عثمان بن عفان. نعم، سيدنا عثمان كان ذلك في أي قرن أو في أي سنة؟ يعني في القرن، أنت تذكر يعني كان في القرن السادس الهجري. نعم، يعتبر سيدنا عثمان رضي الله عنه، بل قبل ذلك، لأن الخلافة لسيدنا عثمان تولى بعد سيدنا عمر. وعندما قتل سيدنا عثمان الخافقي الذي قتل سيدنا عثمان، فلما طعن سيدنا عثمان قال هذه طعنة لقتل عثمان، والثانية لله، والسادسة لحاجة في نفسي، لا إله إلا الله. ما ليه؟ وذلك أحد الناس قال رأيت رجل في الكعبة يطوف ويقول يا ويلي من النار، يا ويلي من النار. فقال يا رجل الناس يقولون لبيك اللهم لبيك، الناس يستغفرون وأنت تقول يا ويلي من النار وأنت في الكعبة استغفر. قال أظنه لا يغفر لي. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما؟ قال أنا الذي قتلت عثمان، فعندما دخلت إلى نائلة زوجة عثمان فأرادت أن تنحي بي جانبا فضربتها حتى طار قرطها فنزف الدم. فقالت سيدنا عثمان أتضربها؟ وكان طبعا سيدنا عثمان جريح أنه طعنه وهو يقرأ القرآن، حتى يعني سيدنا عثمان قال خذي هذا القرآن المصحف حتى لا يلوث بدمي. شفت أدب سيدنا عثمان رضي الله عنه. فلما ضربها الرجل وهو لا يملك قال ضربتها وهي لم تصنع لك شيء، أخذ الله عينيك وشل قدميك وأدخلك النار. هذه دعوة سيدنا عثمان، سيدنا عثمان وهو يعني يفارق الحياة في اللحظات الأخيرة. فعندما رأى السيدة نائلة الزوجة قرطها من شدة الضربة قد طار وعينها قد ورمت وأنفها نزف الدم،